يا أخويا زوجتي الله يوفقنا وإياك لما يحب يرضى. آمين. مر عليها 3 أعوام ما صامت قبلها كذا ما صامت رمضان 3 رمضانات. لماذا؟ وذلحين عمرها يبلغ 52 سنة وعندها أمراض هشاشة عظام وعندها وأطعمنا عنها يا فضيلة الشيخ ولا أدري هذه الحكاية صيام ولا ك... طيب تفضل يا شيخ. يلزمها القضاء إلا إذا كانت ما تستطيع القضاء فيطعم عنها عن كل يوم مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني الذين لا يستطيعون الصيام لمرض أو لكبر لمرض مزمن أو لكبر كبر وهرم يطعم عن كل يوم مسكينا ويكفي عن الصيام. فإذا كانت والدتك كذلك يجزي عنها الصيام يجزي عنها الإطعام الحمد لله. نعم.